أنا أكيد ما ننسى حملة خليك بالبيت، حافظ على نفسك وحافظ على عائلتك، خاف على صحتك وإن شاء الله يا رب. مثل ما قلت لكم ودائما أقول لكم، كل يوم أقول لكم إن شاء الله نتجاوز هاي الأزمة على خير، إن شاء الله نتجاوز كلنا هاي الأزمة على خير، إيدنا بإيد بعض إن شاء الله. خليك بالبيت. ذب العباية ذب العباية سوي علي حسان ذب العباية يا حلوة كل اسوان ذب العباية بالحيس الناية بالحيس الناية سوي علي حسان ذب العباية وطبعا حبي للأسود الرافدين والشعب العراقي هو اللي خلاني اليوم أوقف وياك ونحكي ونتحاور. دائما نشوفك دعم المنتخب العراقي، دائما دعم للفن العراقي. يشرفني. الشرف لنا همين كذلك. فممكن تقولي لنا شنو سر هذا الحب للمنتخب العراقي؟ من الله، والله العظيم دائما أقول سبحان الله رب العالمين، دائما ينزل يعني ينزل بقلبك شغلة من عنده. أحبكم أنا من زمان وسبحان الله، لأنه أنا صادقة بحبي هذا الشيء وصلكم ووصل كل بيت عراقي، وهذا الشيء كلش يشرفني وكلش محملني مسؤولية كبيرة، لأنه أنا ويا العراق ويا المنتخب العراقي قلبا وقالبا بكل شيء. تعرفين لاعبي المنتخب الوطني؟ أعرف علي عدنان، أحمد ياسين، شنو اسمه هذا هيجي مهند علي، ميمو، ميمي. وجه لهم تحية طبعا. تتوقعين نفوز على المنتخب القطري؟ أكيد إن شاء الله. مو أتوقع هذا الشيء، أكيد إن شاء الله. إن شاء الله، يعني تتوقعين نوصل النهائي؟